بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في فتح العراق وجهاد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في هذه الجبهة الشرقية، وكيف أنه في خلال فترة وجيزة خاض غمار كثير من المعارك، لا أقول ضد العرب فقط، ولكن ضد العرب وضد قوة الفرس التي تعد القوة العالمية الثانية. وفي خلال شهر واحد خاض خالد رضي الله تعالى عنه أكثر من 3 معارك عسكرية ضخمة كبيرة، قتل فيها من الفرس أكثر من 200,000، قتل فيها من الفرس أكثر من 200,000. وليس معنى ذلك أن المسلمين مولعون بسفك الدماء، ولكن الذي حدث أنهم يوصلون دعوة الله عز وجل، فمن كان حجر عثرة أمامهم أزلوه. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. واستمر خالد رضي الله تعالى عنه في الجبهة الشرقية حتى نزل الخورنق والسدير والنجف وبث سراياه هنا وهناك، هذه كلها في بلاد العراق، يحاصرون الحصون من الحيرة ويستنزلون أهلها، يستنزلون أي يشددون الحصار، فعندما يضيق الحصار على أهل الحصن لا يجدون أمامهم إلا ماذا؟ إلا الاستسلام. ويستنزلون أهلها قسرا وقهرا وصلحا ويسرا، يعني تارة الحصون تسلم بيسر، وتارة لا تسلم الحصون إلا بشدة وقسر. وكتب خالد رضي الله تعالى عنه لأهل الحيرة كتابا. الحيرة في ذلك الوقت هي عاصمة الدولة الغسانية، والغساسنة كانوا الحلفاء الرسميين للإمبراطورية الفارسية. المناذرة، معذرة مش الغساسنة، الغساسنة كانوا يتبعون الدولة الرومانية. المناذرة هذه كانت العاصمة لدولة المناذرة التي تتبع الدولة الفارسية الغاشمة. كتب لهم كتاب أمان، وكان الذي راوده عليه أي فاوضه في كتاب الأمان رجل يسمى عمرو ابن عبد المسيح ابن بقيلة. ووجد خالد معه كيسا، فقال له خالد: ما في هذا الكيس؟ وفتحه خالد فقال عمرو بن عبد المسيح: هو سم، يعني هذا الكيس فيه سم. فقال له خالد: ولما استصحبته معك؟ فقال: حتى إذا رأيت مكروها في قومي أكلته، فالموت أحب إلي من ذلك. أي إذا لم ترضى بالصلح يا خالد واستنزلت قومي واجتالتهم سيوفك، فإن موتي أحب إلي من أن أرى مكروها في قومي. فأخذه خالد في يده، أي أخذ الكيس الذي فيه السم في يده، وقال: إنه لن تموت نفس حتى تأتي على أجلها، لن تموت نفس حتى يسوف أجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. فهذه الجملة مستوحاة من الوحي كما سمع خالد. ثم قال: بسم الله. ثم قال: بسم الله. وأهوى إليه الأمراء يريدون أن يمنعونه من شرب السم، ولكنه بادرهم فشربه رضي الله تعالى عنه. فلما رأى ابن بقيلة ذلك، لما رأى أن السم الذي إذا شربه أحد هلك لساعته، رأى أن خالد قد شربه ولم يصبه شيء، قال: والله يا معشر العرب لا تملكن ما أردتم ما دام منكم أحد،
ثم التفت إلى أهل الحيرة فقال: لم أرك اليوم امرأ أوضح إقبالا من هذا. ثم دعاهم وسألوا خالدا الصلح فصالحهم وكتب لهم كتاب الصلح. هناك روايات بأن الحيرة استعصت كثيرا على خالد ووقف أمامها كثيرا وحاول استنزال أهلها فلم يقدر، فلما وجد الناس أن خالد قد شرب السم ولم يصنع به شيئا كان ذلك من أعظم أسباب الاستجابة إلى الصلح. عندما كان خالد محاصرا للحيرة قدم جرير ابن عبد الله على خالد ابن الوليد بعد هذه الوقائع المتعددة، ولكن جرير لم يحضر شيئا من هذه الوقائع. وأرسل خالد رضي الله تعالى عنه في أطراف العراق بعد أن استحوذ على الحيرة يملكها ويناجز من بها من الفرس، وفي هذه الأثناء عدت الفرس على ملكهم الأكبر أردشير وابنه شيرين، وشيرين لعله شيرا الذي سبق أن ذكرناه. هناك ما يسمى في التكتيك، إذا أراد العدو أن يقضي على رأس الخصم فإنه يحاول أن يوهن من قوته وأن يضعف شخصيته، وعندئذ ينقض الناس على ذلك الرئيس فيقتلوه. هذه المسألة طبقها الأمريكان بدقة في العراق عندما أجهدوا النظام العراقي، وعندما ناجزوه هنا وهناك واجتثوا من العراق المنطقة الجنوبية وحضروا فيها الطيران، والمنطقة الشرقية وحضروا فيها الطيران، وجعلوا هناك خطوط معينة لا يجوز للطيران العراقي أن يدخلها، فصار صدام حسين رئيسا لبلد هو لا يملكه، وعندئذ صار كالدمية ليس له قيمة وليس له شأن. ولذلك عندما نزل الأمريكان العراق سقط النظام سريعا، سقط النظام سريعا. وهذه الخطة صنعها جنجز خان في قتاله مع جلال الدين الخارزمي، والخارزمي تنطق بالواو الخوارزمي، ولكن هذه الواو تسمى في الفارسية بالواو المعدولة فلا تنطق الخارزمي ولكنها تكتب بالإيه؟ بالواو الخوارزمي. الذي حدث أن جنجز خان لاحق جلال الدين الخارزمي وأنهكه في معاركه ودمر قواته وأخذ منه كثيرا من البلاد حتى ضعف ملك جلال الدين، ولذلك هرب على وجهه. فلما هرب نشط إليه بعض الناس من جملة رعاياه فقتلوه واحتزوا رأسه. هذه خطة معلومة إنه لابد من التضييق على الرأس وإضعاف ذلك الرأس ليتجرأ عليه الجند وليتجرأ عليه الشعب، دي مسألة معلومة في التكتيك. ولذلك الحاكم المسلم ينصح ولا ينتقص، الحاكم المسلم ينصح ولا ينتقص، لأن تعيير الحاكم المسلم والانتقاص من الحاكم المسلم يؤدي إلى إضعاف شخصيته وإلى تجرؤ الناس عليه، وربما أدى ذلك إلى قتله، ويترتب على ذلك حدوث الفتن بين الناس. ولكن وجدنا أن الإمام أحمد عليه رحمة الله كان الخليفة يعذبه ويضربه ولا يلقبه إلا بأمير المؤمنين. سبحان الله، الإمام أحمد مكث قريبا من 3 سنين مسجونا، وكان يخرج في كل يوم يضرب بعض السياط
ثم يعاد إلى محبسه، فيقولون له قل أجب أمير المؤمنين، أجب أمير المؤمنين، فيقول والله لا يقول إلا كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فإذا ثبت الإسلام بيقين للحاكم لا ينتقص من ذلك الحاكم، ولكن ينصح لذلك الحاكم ويدعى لذلك الحاكم ما أقام الإسلام، ما أقام الإسلام. دي مسألة مهمة جدا، ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون أن الحاكم المسلم لا يخرج عليه، لا يخرج على الحاكم المسلم. فالذي حدث أن خالد بن الوليد هزم قواد كثيرين، هزم قواد كثيرين ودمر الإمبراطورية الفارسية، وقتل من جملة جيوشها أكثر من 200,000 مقاتل، وعندئذ ضعفت الدولة الفارسية وتجرأ الناس على من؟ على ملكهم. وعندئذ قتل يزدجرد الملك الفارسي، وقتل أيضا ولده شيرة أو شيرين. ليس هذا فحسب، بل عاد الناس على أمراء الأسرة الحاكمة فقتلوهم عن بكرة أبيه. ودي مسألة موجودة. لما قام النظام الشيوعي الغاشم في أفغانستان إيه اللي حصل؟ كل الأسرة المالكة السابقة قتلوهم في القصر. لما قامت الثورة العراقية بقيادة البكر وكان نائبه صدام حسين، قتلوا الملك وقتلوا أولاده، قتلوا الملك وقتلوا أولاده. فهذه مسألة موجودة، مسألة موجودة، أن الناس عندما يضيقون ذرعا برأسهم ويرون منه أنه صار ضعيفا وصار رأسا للفساد، فإنهم يقضون عليه وعلى من حوله أيضا. عندنا في الإسلام ليس هناك ظلم لأحد، ولا يؤاخذ أحد بجريرة أحد، لا يؤاخذ أحد بجريرة أحد، فلا يقتل ولد بوالده، ولا والد بولده، ولا أخ بأخيه، بل إن لكل امرئ ما اكتسب، ولكل امرئ ما كسبت يداه. خالد رضي الله تعالى عنه بعد ما انتهى من الحيرة جهز جيوشا كثيرة وأرسل هذه الجيوش إلى مناطق كثيرة، عمليات عسكرية متلاحقة، جهد عسكري متلاحق، لأن الجند إن نزلوا السواد واستصلحوا الأرض ومكثوا في الزراعات ربما تثاقلوا عن الجهاد. وعندنا دائما هناك المثل يقولون اضرب على الحديد وإيه وسخن. ولذلك الطالب بياخد مثلا البكالوريوس، لو ما ذاكرش عشان ياخد الماجستير ايه اللي يحصل؟ يبرد. لو بعد 5-6 سنين يصعب عليه اوي يذاكر، يقول لك انا خلاص دماغي وقفت واصبح قدرتي على المذاكره ضعيف. لكن لو خلص البكالوريوس من هنا وبعده مباشره ذاكر للماجستير ربنا يوفقه، بعدين للدكتور ربنا يوفقه. فدائما وابدا اذا هبت رياحك فاغتنمها، اذا هبت رياحك فاغتنمها، وإياك وتضييع الفرص، وإياك وتضييع الفرص، وكن على همة عالية لا تعرف الكلل ولا الملل. الإنسان صاحب الهمة لا يعرف كللا ولا مللا. إذا كنت ذا شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، إذا كنت ذا شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. خالد رضي الله تعالى عنه خلال شهر 3 معارك كبرى، وبعدين بعد ذلك بدل من أن يستجم ويستريح يوزع جيشه إلى جيوش ويطلق هذه الجيوش في أرجاء العراق هنا وهناك، وبقيت الفرس حائرين في من يولوه أمره. الملك اتقتل، وولي العهد اتقتل، والأسرة الحاكمة اتبهدلت، وخالد بن الوليد برضك مش سايبهم في حالهم، توراهم والجيوش متلاحقة متلاحقة، قتال هنا وقتال هناك، ومش قادرين لمنافسهم. ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟
ولكنهم اجتهدوا محاولة أخيرة في تجهيز جيش يكون حائلا بين خالد وبين المدائن. المدائن ليست في العراق وإنما هي في بلاد فارس. المدائن ديت هي عاصمة الإمبراطورية. المدائن هي عاصمة الإمبراطورية الفارسية. يبقى جهزوا بقى جيش كبير بحيث يقطعوا الطريق على جيش خالد حتى لا يصل إلى ماذا؟ إلى العاصمة. والعاصمة تسمى بالمدائن. وهذه العاصمة فيها إيوان كسرى. الإيوان اللي هو مكان الحكم وسرير مملكته. يقال بأن تاج كسرى لا يستطيع 100 من الرجال أن يحملوه. 100 رجل ما يقدرش يحملوه، أمال بيلبسوا إزاي؟ أيوة، كيف يلبسه؟ اللي بيحدث إزاي؟ هذا التاج مربوط بسلاسل كبيرة جدا من الذهب الخالص في قضبان حديدية من فوق، إذا فهو معلق على قدر رأسه، ثم بعد ذلك يجلس على العرش ويجعل رأسه فين؟ في التاج. يعني يعمل كده ويقوم رافع رأسه، يقوم يلبسها فين؟ في التاج. إذا التاج ده بيتعلق فوق ويلبس دماغه ايه؟ في التاج. لكن ما يقدرش ايه؟ التاج ده يلبسه بهذه الصورة. المجلس، هذا المجلس بتاع الحكم بتاعه وسرير العرش والتاج والسوار وهذا الملك كله موجود فين؟ في المدائن. ومن هنا جهزوا جيشا كبيرا ليحول بين وصول المسلمين إلى ماذا؟ إلى المدائن. لأن العاصمة إذا سقطت معناها السقوط الرسمي للدولة الفارسية. ليس بين جيش المسلمين وبين المدائن إلا مسافة قليلة جدا. هل يستطيع خالد أن يقضي على ذلك الجيش وأن يصل إلى المدائن؟ سنعلم ذلك حالا. لكن خالد بن الوليد لابد أن يطهر أولا بأول، ما يجعلش وراه جيوب تنقض على الجيش من الخلف، ولكن لابد أن يطهر شيئا فشيئا. سياسة الأرض إذا ملكت لا تنزع، ودي مسألة حتى نافعة في كل شيء. عندما تذاكر لا تنظر إلى كم ما تذاكر، ولكن انظر إلى كيفية المذاكرة. ذاكر 3 صفحات ولكن اتقنهم، لكن هتذاكر 50 صفحة طياري، لغاية لما تجيب الصفحة 50 تكون نسيت الصفحات الأولى. عندما تمارس شيئا اتقنه. انت بتحرك بالجيش وفي أرض العدو، إذا لا تجعل جيبا يمثل لك خطرا استراتيجيا في خلف الجيش. لا سيما ان مركز الامدادات موجود فين؟ مركز الامدادات موجود فين؟ في المدينة المنورة. وبين مركز الامدادات وبين الجيش اكتر من 1000 كيلو. فالغاية لما هو يبعت لمركز الامدادات والخليفة يبعت له جيش يمده، ممكن يمر على ذلك 2 3 شهور، يكون الجيش تم القضاء عليه تماما. ولذلك من سياسة خالد انهاك العدو وتدمير العدو والقضاء عليه قضاء مبرما، ما يخليش هناك أي أمل لأي أمل. ولذلك مثلا عندما يأسر العدو يقول عليكم بالقتل، يقتلوهم ما سيبش حد منهم، مش فاضيين القصص ديت. ليه؟ لأنه وراءه معارك كثيرة فيريد أن ينجز، وفي الوقت نفسه لا يريد أن يجعل هناك بؤرا معادية خلف الجيش. خالد بن الوليد تارة يميل إلى القوة لتحسم القضية، وتارة يميل إلى الموادعة والمصالحة، وهذا كله يجري وفق نظرة القائد. إذن المسلمين عندما يولون قائدا فإنما يولون قائدا عسكريا فذا يتولى حماية الأمة وحياطة البيضة ونصرة الإسلام والمحافظة على أرواح المسلمين، ده القائد المسلم. ولذلك نجد أن خالد بن الوليد كتب إلى من هنالك من المرازبة. المرازبة جمع مرزبان، والمرزبان هو رئيس الناحية اللي هو زي المحافظ كده، يعني كتب المحافظين
محافظ الموصل ومحافظ النجف ومحافظ المحافظين دول كلهم كتب لهم. وكما كتب إلى الأمراء، الأمراء اللي هم بينتموا إلى الأسرة الحاكمة، يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى الدخول إلى دين الإسلام ليثبت ملكهم عليهم. لو أنتم قابلتم الإسلام خلكم على ملككم. إذا نحن لا نريد قتل أحد ولا نريد انتزاع الملك من أحد، وإنما نريد أن تكون الأرض كلها لله، كلها لله. يعني افترضنا، غمض عينيك كده واحلم معايا الحلم ده، معلش عفوا يعني احلموا معايا يلا الحلم ده بالضبط زي الرجل المفلس، فنام فتلاقي في المنام واحد بيديله 1000 جنيه، فقال له لا دول قليلين، وبعدين صحى من النوم تلاقي ايده مفروده كده ومفيش حاجه، فغمض عينه قال هات ولو 10 جنيه، ها ولو 10 جنيه. احلموا معايا الحلم ده، لو ان عندنا في بلدنا قوه اسلاميه رادعه تغيظ الاعادي وتفتح البلاد والامصار، وتمت محاصره واشنطن جوا وبرا وبحرا، وتم دكوها بالصواريخ والمدافع، وبعدين راسلنا أوباما فقلنا له لا نريد منك إلا أن تسلم لله عز وجل وترجع إلى دين آبائك وأجدادك، لا نريد منك أن نحتل أمريكا، وإنما نريد أن تسلم لله رب العالمين، وأن تترك ردتك وأن ترجع لدين آبائك وأجدادك. لو هو نطق شهادة الحق ورجع إلى دين آبائه وأجداده من المسلمين وصار من جملة المسلمين تركناه رئيسا لأمريكا. وأبشركم أيها الشباب أن أمريكا إن شاء الله لن يمر عليها 20 سنة إلا وهي مفككة، سترون ذلك بأعينكم، والله سترون ذلك بأعينكم، لن تموتوا حتى تروا أمريكا ولايات مفككة إن شاء الله عز وجل، كما فعل الله تعالى بالاتحاد السوفيتي. وذلك لتتألق قوة الإسلام وليسود المسلمون في المستقبل القريب إن شاء الله، وإن غدا لناظره قريب. إذا نحن لا نريد الاستيلاء على أمريكا، وإنما نريد أن يدخل الناس دين الله، فإن دخلوا دين الله تركناهم وشأنهم، خلاص رؤساكم زي ما هم، أوباما يبقى رئيس أمريكا، وبس مش هنخلي الست ديت رئيس البرلمان، لأن الكونجرس ما ينفعش يبقى رئيسه واحدة ست، هنفرض عليهم المسائل دي، لأنهم طبعين دولة إسلامية فلابد أن يطبقوا شرع الله عز وجل. طبعا ده كله فين يا أخوانا؟ الله المستعان. يبقى كتب خالد رضي الله تعالى عنهم إلى من هنالك من المرازبة والأمراء في الدولة، أي الدولة الفارسية، يدعوهم إلى الله وإلى الدخول إلى دين الإسلام ليثبت ملكهم عليهم، وإلا فليدفعوا الجزية، وإلا فليعلموا وليستعدوا لقدومه عليهم بقوم يحبون الموت كما يحبونهم الحياة. دي مسألة عظيمة جدا. يعني يقال إن هرمز، طبعا هرمز هذا إيه اللي حصل؟ حضن خالد بن الوليد زي ما كده بتشال لك الصور كده وقتله. هرمز القائد الفارسي الأسطوري. هرمز قبل أن يبرز إلى المسلمين كتب كتاب إلى خالد. ما أبرزكم إلينا أيها العرب؟ ارجعوا من حيث أتيتم ولكم يعني كساءان في صيف والشتاء، ولكم ميرة العام، ولكل واحد منكم دينار. كل واحد في الجيش نديله دينار، ونديله كسوتين، واحدة في الشتاء واحدة في الصيف، ونديله أكل السنة، وارجعوا تاني من حيث أتيتم. الله، ظنوا أننا نريد دنيا، ظنوا إحنا عاوزين فلوس، عاوزين حكم. فكتب إليهم خالد رضي الله تعالى عنه قال والله لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. وهناك رواية بتقول إن هو كتب له برضك
ولقد سمعنا بأن دماء فارس من أزكى الدماء، فأراد الله تعالى أن يسفكها على أيدينا. هرمز لما وصل له الكتاب ده اترعش وارتعد من شدة الخوف، قال له إيه المسألة دي؟ إيه الجرأة الشديدة دي؟ من هم ملأ القوم؟ فخالد رضي الله تعالى عنه دعاهم إلى الإسلام، فإن لم يقبلوا الإسلام فليدفعوا الجزية، فإن أبوا هذا وهذا فعليهم أن ينتظروا جيش الإسلام ليحل بديارهم، وليعلموا أن المسلمين قوم يحبون الموت كما يحبونهم الحياة. وأقام خالد بعد صلح الحير وما حولها سنة يتردد في بلاد فارس هنا وهناك. يعني كلمة يتردد؟ يجوس يبعث السرايا والجيوش، ها يبعث هنا وهناك ولا أحد يعترض، دولة ضعيفة هشة. وركب خالد في جيوشه حتى انتهى إلى الأنبار. الأنبار دي في جنوب العراق، في الجنوب الشرقي على حدود بلاد إيه؟ فارس الحالية. يعني هيخلص الأنبار يوم داخل على فين؟ على فارس على طول. وعليها رجل من أعقل الفرس وأسودهم في أنفسهم يقال له شيرزاذ، شيرزاذ. فاحتاط بها خالد، وعليها خندق، وحوله أعراب من قومهم على دينهم، واجتمع معهم أهل أرضهم، فمانعوا خالدا أن يصل إلى الخندق، فضرب معهم رأسا. ضرب معهم رأسا يعني إيه؟ يعني جعل لك رأس في ذلك الخندق بحيث إن هو يعززه ويستطيع أن يصل إليهم عبر ذلك الرأس، كوبري. ولكن هذا الكوبري جعله من الإبل الضعيفة الهذيلة، الإبل الضعيفة الهذيلة ذبحوها وردموا بها رأسا في ذلك الخندق ليستطيع خالد أن يبرز إليهم. ولما تواجه الفريقان أمر خالد أصحابه فرشقوهم بالنبال حتى فقوا منهم 1000 عين. يبقى المسلمين فقوا نحوهم من 1000 عين من الفرس. فتصايح الناس ذهبت عيون أهل الأنبار، وسميت هذه المعركة بمعركة ذات العيون. ذات الايه؟ العيون. يبقى المسلمين اجتهدوا في سلاح القناص. أمر خالد بن الوليد القوات الخاصة اللي هي القناصة إن هم يضربوا في العين، مش يضربوا في أي مكان، في العين. فتم الرمي في العين ففقأوا نحوهم من 1000 عين، وسميت هذه المعركة بذات العيون. وخرج شيراذ من الأنبار بعد أن صالح خالد رضي الله تعالى عنه وتسلمها خالد، أي تسلم الأنبار فنزلها واطمأن بها، وتعلم الصحابة ممن بها من العرب الكتابة. يبقى دي برضك يعتبر إنجاز حضاري. إذا لما استولوا على مدينة الأنبار وأخذوها بعد معركة العيون، الذي حدث أن الصحابة تعلموا بها الكتابة. لما استقر خالد رضي الله تعالى عنه بالأنبار استناب عليها الزبرقان ابن بدر. الزبرقان ابن بدر أي جعله نائبا على الأنبار، وقصد عين التمر. عين التمر هذه على مقربة من المدائن، إذن هو بيتجه نحو الايه؟ المدائن، يريد أن يقضي تماما على الدولة الفارسية. ولكن سبحان الله سيتم القضاء على دولة الفارسية، ولكن ليس على يد خالد، وإنما على يد من؟ على يد من؟ مين يا إخوان؟ سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. عين التمر كان بها رجل يسمى مهران ابن بهرام، وكان معه جموع عظيمة من العجم، وحولهم من الأعراب طوائف من التمر وتغلب وإياد، وعليهم رجل يسمى عقة ابن أبي عقة. ده رجل
فارس عربي وكان من أشراف العرب على الحدود ما بين بلاد العراق وفارس. فلما دنا خالد قال عقا لمهران: إن العرب أعلم بقتال العرب، فدعنا وخالدا، إحنا عرب وخالد عربي، يعني إحنا بقى نتصرف إحنا معهم بقى، أنتوا في كل المعارك كان بيهزمكم لأن أنتم فرس أعاجم، لكن نحن عرب فسنقاتله. فالإيه اللي حصل؟ فقال له مهران: دونكم وإياهم، يعني قاتلوهم، وإن احتجتم إلينا أعناكم. الجماعة الفرس لاموا أميرهم مهران، قالوا له: إزاي؟ كيف تصنع ذلك؟ فلنشارك العرب في قتال خالد. فقال له، يعني قال مهران للفرس: دعوهم، فإن غلبوا خالدا فهو لكم، والله لو غلبوا خالد يبقى النصر لكم برضك، وإن احتجتم وإن غلبهم خالد قاتلنا خالدا وقد ضعفوا ونحن أقوياء. فاعترفوا له بالفضل والرأي، قالوا: نعم الرأي ونعم الفضل. طبعا ما صدقوا أول ما قال لهم خلوا عربي يقتلوا خالد، طبعا عزومة بكش، طبعا قتل معهم لا خليكم بقى وبتاع، ده كله إيه، كله شغل بكش. لكنه لو كانوا يحبون القتال ما تقاعسوا وما انتظروا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما استشارهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد قال لهم: عندي معلومات بأن المشركين يأتون لقتالنا. أشراف الصحابة وعقلاء الصحابة وكبار الصحابة قالوا: يا رسول الله لا نبرز إليهم، فإن أتوا إلينا تفرقوا في شعب المدينة فقاتلناهم وقتلناهم. هم جايين هيخشوا المدينة هيتفرقوا في الحواري وبين الأشجار، فن إيه نصدهم ونقتلهم. وقال الشباب: يا رسول الله لم نخرج معك في بدر ولن يفوت ذلك منا، أو كما قالوا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ولبس لباس القتال، فقالوا: يا رسول الله لعلنا ضغطناك، يعني احنا ايه، يعني ألجأناك لذلك الرأي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يلبس لأمة القتال فلا ينزعها حتى يقاتل. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل في أحد. يبقى إذن كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للشباب: يا شباب دول الناس الكبار وده رأيهم، فاسمعوا كلام، يبقى بركة يا جماعة، الحمد لله، لنطلع لنقاتل ولا حاجة، نقعد في بيوتنا، ولو جم نقعد نضربهم بالسهام واحنا مستخبيين ونستريح على كده. هذا الفكر القاصر فكرنا احنا دلوقت، ده الفكر بتاعنا، اننا لا نحب ان نقدم شيئا ونحب الاستسهال في كل شيء ولا نحب ان نبذل شيئا. ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. أبويا كان هو الملك بس بالقتال والتعب والعرق، ولما مات أبويا بقيت أنا الملك بعد أبويا. الملك جارنا قال لنا إن الحصن الفلاني ده بتاعنا، وإما أن تسلمه وإما أن نقاتلكم. أقول له: يا عم لا تقاتلنا ولا قتلك، عاوز الحصن خده بالسلام. ليه؟ ليه ما تعبتش في حاجة؟ زي اليومين دول الشباب ينفقون أموال آبائهم دون أن يستفيدوا بشيء. ممكن مثلا يركب ميكروباص، لا يركب تاكسي مخصوص يدفع 10 جنيه. هو تعبان في حاجة؟ مين اللي تعبان؟ أبوه. لكن هو لا يشعر بالتعب الذي بذله أبوه. ولذلك بيقول الشاعر: ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه ماذا؟ تسليم البلاد. لكن نحن وإن كنا لم نملك ديار الإسلام، ولكن هي ديار الإسلام، وما فقد من ديار الإسلام لابد أن يسترد لديار الإسلام. يعني في هناك بلاد لنا كثيرة جدا يا شباب اتخذت مننا وضرب عليها الكفر. معظم الدول الموجودة في جنوب أوروبا دي كلها دول إسلامية، ولكن ضرب عليها الكفر
وضاعت بسبب تقاعسنا وذلتنا وضعفنا، ضاعت. ضاعت اليونان، قبرص، تكريت، رودس، مالطا، صقلية، كل دي كلها، أسبانيا، البرتغال، مقدونيا، مقدونيا، البوسنة، الهرسك، كل هذه الدول كلها راحت، ذهبت. كثير من الدويلات القابعة تحت قبضة الروس هم مسلمون، كشيشان، كشيشان، تركستان في الصين، كل هذه ديار الإسلام. يجب على المسلمين أن يجتهدوا لإرجاع ديار الإسلام إلى حوزة الإسلام، وطبعا على رأس هذه الديار التي سلبت القدس، القدس وفلسطين، ثم بعد ذلك العراق وأفغانستان وكشمير وجنوب الفلبين، كل هذه المناطق ينبغي أن نفكر فيها وألا ننسى المستضعفين من إخواننا في هذه الديار. المهم، العقة ابن أبي عقة وهو واقف بيجهز الصفوف بتاعته، وقلت لكم من قبل أن خالد رضي الله تعالى عنه عندما ينتقل للقتال لا يحتاج إلى ترتيب الصفوف، لأنه ينتقل في السفر وهو إيه؟ في التعبئة الكاملة، يعني أول ما بيوصل يشتبك الجيش مباشرة، بخلاف الجيش الثاني يقفهم في ساحة القتال ويحطوا النشابة وبعدين الرماح وبعدين السيوف ويرتبوا الرايات ويشوفوا الأمراء، يحتاج وقت طويل، لكن هو جيش ومترتب على القتال مباشرة، الاشتباك مباشرة دون إيه؟ دون مقدمات. الأمير العربي عقة ابن أبي عقة سبحان الله، وهو يصف جيشه، يصف جيشه، قال خالد لمجنبتي اللي هم الميمنة والميسرة: احفظوا مكانكم، خليكم في أماكنكم، ما تتحركوش، فإني حامل. خادم هيجم لوحده، وأمر حماته القوات الحرس الخاص بتاعه أن يكونوا من ورائه، وحمل على عقة وهو يسوي الصفوف، فاحتضنه وأسره، وانهزم جيش عقة من غير قتال. الجماعة أول ما شافوا أن خادم الوليد كالصاعقة، كالصائقة، يقوم جاري. أحيانا يا أخوانا التصرفات الصائقة بتذهل العدو، بتذهل العدو. قائد المسلمين يركب الفرس ويجري يرمح نحوهم كالصائقة، يقوم هاجم على الأمير بتاعهم شايله حضنه كده وهم راجع به. إيه القصة دي؟ الناس لما شافوا الكلام ده انهزم جيش العرب بقيادة عقة من غير إيه؟ من غير قتال. الله أكبر، لله الحمد. لما يكون حاجة حلوة زي ديت لو سمعنا تكبير يبقى حاجة حلوة. نعم. وانهزم جيش عقة من غير قتال، فأكثروا فيهم الأسر، أسروا كثيرا منهم. وقصد خالد حصن عين التمر، فلما بلغ مهران هزيمة عقة وجيشه نزل من الحصن وهرب وتركه. طفش من الليه من أمام خالد. ورجع المنحدرون والفرون إلى الحصن فوجدوه مفتوحا فدخلوه واحتموا به، فجاء خالد وأحاط بهم وحاصرهم أشد الحصار، فلما رأوا ذلك سألوه الصلح، فأبى إلا أن ينزلوا على حكم خالد. دي مسألة مهمة جدا. كان الناس إذا سألوا أن ينزلوا على حكم الله أبى خالد، لأن حكم الله يجعل الأمر واسعا، لكن ممكن لخالد أن يجعل الأمر إيه؟ ضيقا. فنزلوا على حكمه فجعلوا في السلاسل اللي هم جيش مين؟ جيش عقة ومن والاه. وتسلم الحصن ثم أمر فضربت عنق عقة ومن كان أسر معه، وغنم خالد والمسلمون كل ما في ذلك الحصن. ووجد كنيسة بها 40 غلاما يتعلمون الإنجيل وعليهم باب مغلق، فكسره خالد
وفرخهم، وكان من جملة هؤلاء الفتيان حمران مولى عثمان الذي روى عن عثمان حديث الايه؟ الوضوء. فكان هذا الحديث روى عن عثمان حديث الوضوء. ومنهم سيرين، والد من؟ محمد ابن سيرين التابعي المشهور، سبحان الله، أخذه أنس ابن مالك وجماعة آخرون من الموالى المشاهير أراد بهم وبذراريهم خيرا، أي أراد الله بهم وبذراريهم خيرا. ولما قدم الوليد ابن عقبة على الصديق بالخمس رده الصديق إلى عياض ابن غنم، يعني خالد لم يقبل الخمس وإنما جعل هذا المال لعياض ابن غنم مددا له وهو محاصر دومة الجندل. فلما قدم عليه وجده في ناحية من العراق يحاصر قوما وهم قد أخذوا عليه الطرق، يعني كان هذا الصحابي اللي هو ابن غنم كان محاصرا وسد الفرس عليه جميع الطرق. فقال عياض للوليد اللي هو رسول خالد بالخمس: إن بعض الرأي خير من جيش كثيف، ماذا ترى فيما نحن فيه؟ يعني أنا لا أريد جيشا وإنما أحتاج رأيا. فقال له الوليد: أكتب إلى خالد يمدك بجيش من عنده. فكتب إليه يستمده، فقدم كتابه على خالد عقب وقعة عين التمر وهو يستغيث به، فكتب إليه من خالد إلى عياض: إياك أريد، إياك أريد، سأتيك بنفسي، إياك أريد، لبث قليلا، لبث قليلا، يعني إيه؟ صبر نفسك، ما تستسلمش، أصبر شوية، لبث قليلا، تأتيك الحلائب، أي الجماعات المجتمعة، يحملن آسادا عليها القاشب، يعني هم كالأسود الموتورة المملوءة غيظا، كتائب تتبعها كتائب، يعني سأتيك في جماعات متلاحقة، هم كالأسد الهصورة، كالأسد الهصورة التي امتلأت غيظا، سأفك عنك الحصار وسأكسر فلول الأعادي. أقف عند ذلك القدر إن شاء الله، ليتسنى لنا أن ننتقل إلى موضوع آخر، والله تعالى المستعان. إن شاء الله دومة الجندل وما حدث فيها وما كان إن شاء الله نجعله في المرة القادمة، والله المستعان. طبعا أنا أعلم أن هناك قضايا ساخنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.